ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عاشت مدينة إفران ليلة عصيبة بسبب تساقط الثلوج بكثافة على المدينة وانخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر. وبحسب موثق الفيديو، يعتبر هذا الأمر بالنادر جدا في شهر أكتوبر في عز فصل الخريف. وطالب النشطاء مع تداول هذا الفيديو بضرورة توخي المواطنين الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف المناخية القاسية. صباح الخير. إفران عاصفة الجياد الليلة، شجر طاح، لابوكاليبس، ليلة خطيرة. قلت في خاطري نهاية العالم هذه، ولكن الحمد لله شجر طايحة. هانتوما كما كتشوفوا شجر كلشي طايح، كابليات ديال الضو، كلشي بيان سير الطرقة مقطوعة، كلشي مقطوع. ناقص خمسة تحت الصفر. شهر عشرة، لو موا دوكتوبر، جامي فيو لا نيج اي فران نو مو دكتور. مازال لوطون ما داش، الحمد لله. ولا مش كيدور، ولا كلب كيدور، ولا بنادم كيدور. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية. البرد.